صلى الله عليه وسلم. سماحة الوالد يقول السائل: هل الدعوة والذهاب إلى بلاد الكفار وبلاد المسلمين ونشر السنة، هل هذا من الجهاد في سبيل الله؟ نعم، نوع من الجهاد، وهذا سابق للجهاد. الدعوة إلى الله تسبق الجهاد، الدعوة إلى الله أولا ثم الجهاد، لا شك إن هذا من أفضل أنواع الجهاد. نعم.